فرع نعوم ملك الجمال مصر الاسبق كاتبه لجوزها عماد متعب سلاما على من اتخذ الاهلي وطنا له، كنت حاسس انها اخر مره ليك مع الجمهور، خطوه مرحله جديده بالتوفيق. حلو يعني يارا نعوم كاتبه النص الاولاني باللغه العربيه الفصحى والنص الاخير بالعاميه. الاخت المطربه الخليجيه احلام نقلوها بمروحيه عسكريه في الاردن على لكي تحيي احدى الحفلات. في بيان رسمي طلع من القوات المسلحه الاردنيه بيقول ان الطياره مش مخصوص ليها، وانما الطياره كانت بتنقل ضيوف وشخصيات كبيره جاءت للمملكه الاردنيه وهي مش مخصوص ليها، كان الطياره نقلتها الى البتراء، منطقه البتراء منطقه حفلات ومهرجانات سنويه. من الاخبار الخارجيه اللي ضايقتني الحقيقه، الهند سحبت جنسيه من 4 ملايين، وبقول للجماعه في المؤتمر الاسلامي ويوسف الارداوي